أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. بعد أن انتهى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من خطبته المفصلة، الخطبة التي أعبر عنها بالرنانة، بيّن فيها فضائل شهر رمضان وكرامة شهر رمضان وعظم شهر رمضان، كل هذا الكلام الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصدقة، صدقتكم، إنفاقكم، صيامكم، قيامكم، سجودكم، نومكم، كل هذا الذي قراءتكم للقرآن، تلاوتكم لكتاب الله، كل هذا اللي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن ثوابه وبيّن فضيلة هذه الأمور، وعلى أنه هذا الشهر ميزة أنه شياطين مغلولة، أبواب النيران مغلقة، أبواب الجنة مفتحة، كل هذه في واقع الحال انتهى منها. فقام إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آخر الخطبة، لما انتهى النبي من الخطبة قام له علي وقال: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر المبارك أو في هذا الشهر؟ أمير المؤمنين سمع كل هالخطبة وعرف يعني كل تفاصيلها، ولكن أراد أن يشير أمير المؤمنين إلى قضية بسؤال طرحه إلى النبي الأعظم، أنه ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: الورع عن محارم الله. أفضل الأعمال في هذا الشهر المبارك الورع عن محارم الله. الورع، شوفوا إخواني، أنا أقولها بجرأة، أقولها بصراحة، لو صلي طول دهرك، لو صوم طول عمرك، لو تروح الحج كل سنينك، لو تصدق بكل أموالك، لو تنفق ما أدري بكل وجودك، ولكن ما عندك ورع عن محارم الله، لا تفيدك تلك الأمور شيئا. الورع بمعنى أن أتحفظ عن الوقوع في الحرام، شلون أنا أكمش نفسي وأمسك نفسي عن الوقوع في الحرام. أفضل الأعمال في هذه المرحلة، مرحلة التكاليف ومرحلة المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، أن أنا شلون أحافظ على نفسي من الوقوع في الحرام، شلون ما أغتاب، شلون أمسك نفسي أن لا أكذب، شلون أمسك نفسي أن لا أخون الأمانة، كيف أمسك نفسي أن لا على حال أتجاوز على أموال الناس وحقوق الناس وأعراض الناس. الورع عن محارم الله أفضل الأعمال، وصدق هذا الكلام، لأنه لولا الورع ما في تقوى. تقوى الإلهي يحصل بمن؟ بالورع. يتورع الإنسان أن يدخل في من؟ في المحرمات ويرتكب المحرمات. فأيها الأحبة، أيها الأصدقاء، بحسب خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نحن ضيوف الله، قد دعيتم كما ذكر رسول الله، قد دعيتم ماذا؟ لضيافة الله، هاي الضيافة الإلهية نحن دخلنا فيها. آداب هذه الضيافة أن نحافظ على قوانين الضيافة، وقوانين صاحب الضيافة. صاحب الضيافة عنده قوانين، يعني ما أدري الإخوان، إذا أنتم دعيتم إلى مأدبة وصاحب المأدبة مثلا، من قوانين أن واحد لا يدخل بحذائه، وأنت تدخل بحذائك على الفرش مثلا، يتأذى، يقول شنو هالطريقة هذه. أو أنه من آداب الضيافة أنه صاحب الضيافة إذا واحد يدخل له مثلا، يدخل له بملابس حسب تعبيرنا ملابس مناسبة،
أما تجيني بملابس تعبانة وملابس غير مؤدبة يتأذى. فللضيافة آداب ولصاحب الضيافة قوانين. فمن الطريقة أو من المعمول ومن المعقول الإنسان أن يلتزم بآداب الضيافة. آداب الضيافة أن أبتعد عن الحرام، آداب الضيافة أن لا أرتكب ما يكرهه صاحب الضيافة. صاحب الضيافة لا يتأذى، لا يكره هذا الشيء. أنا أرفع صوتي يقول أخي الكريم أنا أتألم من واحد يرفع صوته، أو أنه أسب أو أشتم أو ما إلى ذلك. كما أننا نحافظ على آداب الضيافة احتراما للمضيف، كذلك لابد أن نحافظ على آداب الضيافة احتراما لرب العالمين في شهر رمضان. هل من المعقول أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشهر الفضيل أنفاسنا فيه تسبيح، نومنا فيه عبادة، وأعمالنا فيها مقبولة؟ كل هذه الكرامات الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، هل من الصحيح أنا أعارض هذه المكرمات الإلهية بالمعصية؟ يعني من المعيب إنصافا، من المعيب واحد يقول له يابا تفضل ويكرمك وانت تضعض ايده، يلقمك. شايف واحد يلقموه يعض ايد اللي يلقمه؟ هذه أسوأ ما يمكن ان يكون ان انسان يقابل الاحسان بالاساءة. رب العالمين احسن الينا وهو المحسن، احسن الينا بهذه الضيافة، وانت تسيء في تعاملك ترتكب الحرام. ومن المعيب جدا أن الإنسان في واقع الحال رب العالمين يقول له أنا أوعدك بالمغفرة، أنا أغفر لك، أنا أسامحك، أنا على حال كل اللي عملته أنت أنا أعتبره لا شيء. مع ذلك يقول أنا أعصيك، أنت تغفر لي أنا أعصيك، أنت تسامحني أنا على حال عاديك. هذه هل من المعقول يا جماعة؟ من المعقول الله يقول لي أنا أسامحك، أقول أنت سامحني أنا أريد أقهرك، أنت تغفر لي أنا أريد أعصيك؟ هل هذا من الحكمة، من العقل، من الآداب؟